السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مريم يا مريم يا الواحد كسود واتين وروحي أدلك إن رسول جاري هذي كني عا وحاجة تلبشن كا قد بضح وبدور كنا وركنا حاجة تلبشن كا وحا كمدا من حبنا الجمهورية الجبوتي قدومي بلا حكومة دا مدى إسماعيل عمر جلية ما تبتي واجبات كا قرن عض بحنتا حزب الاسكتاب الشعب اللي هرمار كير بي بي ايامات قريبا مدى عاصمة جبوتي كو قبتي مناسبة بلارة لبدا قاتيني حولها تبارك حزب الاير بي بي أجاسم كبير إذا عدى إلى تلفشن كجمهورية جبوتي يا ماتا قبل قابلين مناسبة اللغة تردري قبل قبل سنة كالبدا كن إيا الوحدة إيا ولي صدوين تاسنة كالبدا كن إيا تدبدا وحنا سيدا كل اللغة الرسينة إيا مستقبل كعصب إذا عدى سنة كالبدا كن إيا تدبدا قيبتها عصب اللي قد جيوه ألابتا تفارغان كتما ديلي يقانو ترميل براكي وحس إيا مصدى عالم جبوتي وحس ساكا كسو حدي مركب كي أغوريي intaas warkii oo kooban haatanna isagii oo dhan bismillaahir rahmaanir rahiim warkii dalka madaxweynaha jamhuuriyadda jibuuti gudoomiyaha golaha xukuumadda amadan ismaaciil umar geelay ayaa maanta gutay waajibaadka qaranimada cod bixinta madaxweynaha jamhuuriyadda jibuuti mudane ismaaciil umar geelay waxa ku weelinaysay isdiiwaangelintaasi marada koobaad ee dalka أحنا مرودي مروة خضراء محمد حيد وحنا مدحوينها يا مرودي سبا أيس كسجلين حفيز كديوان قلنته دقمد الراس ديكا قبل كجبوتي وحنا لك سكسو الدولين وزيرك أرمها قده يا بلانك مامك قبل الله مدال ياسين أمي بوح إيا وليا دوغا مقال ملح الجبوتي أتل إيا برطميه بيش نوفمبر أي سنة كنتك لبدا كل إيا لهد كدي مركي دب لا بلا ريحا ولها إيش ديوان قلنته بورشي ديكا ولا بد الله يهي دبوها بين بلار إلا بصم يا هولها بورشويكا يا حبس المسعود كلا أيا وها كسر صدح لدقني عاصمة جبوتي يكوى شنطة قبل أدلك قبيه سبا هولها إزديوان قلتا بورشويكا وحانا هذا ومدر رب جبوتي أقودهان بالله بباقة يا إن أي إسسجلان أكان قيب قاتان قدشة واجبات كقرية أو بحيطة سي أقفك سي أعود كيسة وقبل بنكرو حفيزك وقدو هلك ودقي هاي حسب جاه اسكتب جاه يهرب مرك الشعب جاه إر بي بي أيام ما تقول جاه ما بيعاسمة الجبوتي كقطعي مناسبة أبلارا ولا بد قاتشين جاي أتوب هولها أتوب بركة حسب حبناها حسب جاه إر بي بي مناسبة داسي واحد دهين جاي بدمي كحجينك حسب جاه إر بي بي أحنا رئيس الوزراء هذلك الدليتا محمد الدليتا وحنا كقائد قاتي حضيها جودة حسب الـ RPP أحنا قدوميها بلها برلمان كي جبوتي إدريس أرنايد علي قدوميها بلها مملكة واحدة وبركة حسب الـ RPP أحنا وزيرك دلنتا يو سبورتيغا مدانة حسن فارح مجل حبنا كسو على قدقها الفريتا حبنا كسو على قدقها الدحاء وكيلا كسو على مدانة ياشا اسمان بكوسة إيا وليبا تادر ياشا حسب الـ RPP حولها لحد يده تبارك حمنا حسب الار بي بي وحيتهم لحد يده ربطان كبدوميه حسبك اسكتوا هرا مركز شعب الار بي بي احنا مدحوينها ذلك مدن اسماعيل عمر جلي كو ادم هرا مركز حق السياسه حبناها جوليبا كتابر ياشا حسبك وحنا مناسبه باسي هذا القابن كجيلين قدوميها بلها مملكه واحدة تبارك حسب الار بي بي مدن حسن افارح مدن وحنا وعدين تبارك الكوميديا ركونا ده حسبها إسلام أركانا فإذا وين إله حبناها حسبها سيدفع سي أي إدفاع عن هذا في ذلك سنة حسبه مثلا حسن أفارح مجلة قدومي هبلها مملكة واحدة تبارك إسلام أركانا هو زميل كادا لنتا يسبورت بجبوتي وحاول كل خبر دي سكوش علي واحدة من قابل سن تبارك أساس كي وحي كتب جمع سياوري هرو سعودك بمقراضية ده وحانا أمها مقيا مدحوينها دلك مدن إسماعيل عمر بلوسو وآه قدوميها أحسن دير بي بي أساس كواحدني وحا أي تهي مد أصوه بسي إسلام مدحوينها دلك مدن إسماعيل عمر الجيلي وصوه آه قدوميها أحسن دير بي بي وحقبت كيسا يهدفي دا ويكسنا يبا التاريخ له أيا أكمر خاطئة أيا وري قدوميها أقولها مابلكا أي واحدة تبارك حسب الـ RPP أهنا وزيرك أدلنتا يسبورتيغا مدانة حسن أفارح مدل أتبارك موحا ويهي أمد أي كفا إلي سدونان أحبناها أكسو أبا قدقة هالفليتا قدقة الدحاء إيا وليدا
حكمها يجو أكسو عدا اسم مملكة هوسة إن يوليبا أتاديرياش حسبيغا RPP قدوميها أقولها مملكة واحدة أتبابرك وحاجة تسكسو دبا جبيني وحان هباه إن أي سيدي الأبفة إذا سيد دونان قدوميها أنو سوشة ريكا لها بودغا الفرنتة بودغا بها إن يوليبا حكمها كلا سيدا وكلاح واحا اسماء خبر قابن كجيني قدوميها أقولها بارلمكة تبوتي مدانا هدرس أرناوير عري أنا حضيها بودغا حسبيغا RPP قدوميها حلوكين سيقوب بابي أتبابر كاني وجدني سوء وحاي تخي سيدي التاجير ياشا أن كر أبقى دي لهين أقوان تحق السياسة دا فرصمة دا إيا ولبا أتوارز جارسين تا تبابر كاني وحاسيدا وكلا وجدني سوء أي تهوية وري حضيها قودة حسب الـ RPP أهنا قدوميها بلها بارلام كان بدون يدرس أرناؤد عري مدكس الله يسن أبرارجيتا بدوينها أبين عكلا وقوم لأسكو دافسن كرو وشي أقوان أه قدوميها بلها بارلامك جبوتي أهنا حضيها قودة حسب الـ RPP مدن يدرس أرناؤد عري وحاوصله روحا مخبا إن حزنه أي كفا إذا يسن دينان تبابركني وحبنها أيضو كالطواب قادنا يا توعولها التبابركة إيه مانتا لقد قاتشنا يا أقربة أمدا إيه عاصمة جبوتي أتبابركني بلا من دونا أما لتا إسنيتا نبوسو سعطا وحاو خسيا وقرا حبنها حافيز كانت سيدة كو لبا صدح أفر شن يلي وحنا أكتب قادم دونا مدن ياش اسمام الكوسي عاصمة جبوتي يكوى قبلة إيه كتر سن حسبيغا اسكتبه هرمارك وشعبيغا إيه RPP وحا اسمنا حسيدة وقلية خطبة أكتشي ديي أولاها لبدا قايتشينا يي أتبابركا بدن يكوحيبين كحسبيغا RPP أهنا رئيس الوزارة دالكا دليتا محمد دليتا كم بسابي Chers militants, quand nous avons eu l'idée de créer les partis, le président de la République a décidé d'ouvrir l'unité de force. Le président de la République a décidé d'ouvrir l'unité de force. Le président de la République a décidé d'ouvrir l'unité de force. إن أساسك واحدة من إنا يتهي ميت مصوهن دي سي مدحوينها جمهورية دا أحنا قدومية حسب الـ RPP مدانا إسماعيل عمر قيلي قبان قابرة طوى بركاني وحانو كلاكا شامي أدامي يرادة إيا وليبا مسؤولين خبرات بله أطوى بركاني هرتبا أطوى بركاني وحاو كسو عندونا آنك سيادة مركا دامبي حدو أيام بإراهو وحانو تلاوي دونا أون أجد بدونا أن أكسده قبل ودلك أجده هيسا وجيده بنا وحي تحي سيدي أن بدونها وقل معاني لهم برمانشي ده هورا مركا أي يكسن إيه حسب ده هورا مركا حسب ده اسكتا ده هورا مركا شعب ده RPP مدحينه وحاو قرطي إن بدكو الكفا إدستان برمانشي ده حسب ده RPP ee xagga horumarka waxaan hubaa oo aan ku kalsoonahay in si weyn ay uga faa'iideysan doonaan tababarkani xubnaha iyagu ka socda guddiga hawlfulinta guddiga dhexe xubnaha ka socda ismaamulka hoose iyo weliba taageerayaasha xisbiga RPP dhammaantiinba waxaan mar rajaynayaa la socod wanaagsan agaasinka guud ee raadiyaha iyo telefishinka ee jabuuti ayaa maanta qabanqaabiyey مناسبة الله تعالى جلي جب جب هذا سنة كل هذا كن يلحق يسود ويتا سنة كأوصف كل هذا كن يتدبر هذا كوادا وحقبت كسنة كل صعب في لجنة الرئيسة دي قرشها أوصف مستقبل كا جدا هرمات أخي هي وزير كوارفا فنتا عدقا كقابل سنة بوصها يود جارسنتا هذا علي عبد الفرح مناسبة باسي واحد بعدين يوشك بدميري أجاسمها قولها الرادية هي تلفيش كي تجبوتي مدنة أبدي عاتي عبدي وحانا كسر قيب قاتي الدمان أشقالها كلبيا الرادية هي تلفيش كي جمهورية تجبوتي وانا مناسبة بيضوه الرئيسي اللي بقبتي بدها قولها الرادية هي تلفيش كي تجبوتي وحانا مناسبة داسي اللي بتشي دي خبرة يبو كهالليا وحقبتك السمت كلا صوبة في يكوبكو سلاي سنبا qorshaha cusub ee mustaqbalka ee golaha raadiyaha iyo telefishinka jamhuuriyadda Jabuuti waxaana hortaba halkaasi hadal gaaban ka jeediyay wakiilka shaqaalaha ee golaha raadiyaha iyo telefishinka Jabuuti mudane Fuad Sii Cumar waxaana hambalyo u jeediyay hortaba talabada ku talaabsatay agaasinka guud ee golaha raadiyaha iyo telefishinka ee jamhuuriyadda Jabuuti
إله با مهد له إلهي وحو مهد كله إياي إن نغانا ولي استاتي لعين إنه إلهي استاتيجي نيسو بني إنك استينا من أخرين من أرغنا كو خير قبا وددك وحي فيليان وكان إنه النقدان إلهي كبر يينا هدو إلهي له وحا مهد له أوكال مدحوينها لو أنسحيي محايا هيدا استاتيجا قولها وسارد دمو مري وحا كلام مهد له وسير كينا ما درك سيد دقال آدم وجيي سيدو استاتيجا وهرقين لها قولها وسارد ده وحا كلام مهد له محانكو إذا هذا درك سير كينا وإساقنا انتو استاتيجا سي خالد كجري كسو ساري واسكوبي لي واسكوها لي ودور قدي اسميهي ويري كباران دغا وصوفا لنقايا ما انتنا عن اركي مدى مريسي مدى خير قبانا كبر لنا الهي وكيلك حشقالها قلها الرادي هي تلفشن كأي تبوتيه مراني أفواد سي عمر السيدة وكليها المناسبة داسينا وحا خضل أقابا كتيري أغاسمها أقولها الرادي هي تلفشن كأي تبوتيه مدني أبدي أعطي أبديه أقشي لي إن إذا عدو ما تأي ليه هاي الشقالي هو القبض لي وحا سيدة وكليها أغاسمها أقولها الرادي هي تلفشن كأي تبوتيه مدني أبدي أعطي أبدي أمها النقي مدحوينها دلك جمهورية تبوتيه أنا قدومي أقولها حكومة مدني إسماعيل عمر قليه أو تابرها جر لبل جرا بلها الراديو هي تفجر كي تبوتي سيدو كلها أجاسمي وحاول مهام نغي خد بدي إنسا وزيك وارفع فنتا دقا كقابوسة من بوصة هي وزكار سنتا مدانة علي عبد الفارح خد بدها أجاسميها بلها الراديو هي تفجر كي تبوتي وحي نيسو ترجمي وريني محمود أبر بوخ أجاسمها قولها راديو غاية الفشكة الجبوتي مدن عبد عاطي عبدي أي صبح الكيسة كش هذين بعد جبوتي أي منطقة يزتو شقالح الكسلمية نقبا بود الشدع واجبات كوغا وحتى سيئة كسوة بيغتية يريا غاسمه يدو وليبا نسيح وجي وران شدع بعد كبحا ولكل بيه ساعده وجي أجاسمه وحا وشاقي إن مستقبل كالبو كلاق الجرو إن مركاس ليس كدو شقالها وكوع صبح يكسوة من النغضان كيلا بدكم اللحظة يا غاسمو وري وحاو حاسنة بحاول بغن وكالبغن لسواق ابتاي وكاسنة الماما يا عود يدا حاول غبط جيس ولي بلا وحال حسوسي هاي يا وري غاسمو دور شون كيهار كدر مهانيد دالك كاد عاي او صحافدو اي كريمين او غشي سيدي دبينها اي لسو عصير لهيد حاد بحالك حولوها اي سعودان بنا عكالي ايا وري غاسمو وحاسي عبد امو غبتاي سيدي جيس اللي بدل لهيد اي عامد واجبات كي لغا بحنا لما شقالها راديو بي تنفش كي جبوتي ايكو صاف صناع هوليه شير مدحات كي كو بيتوهاد ايور الكاسو قد قاليه كوميزا تاسو عصي توصل وقد بايو بنا راديو دا اي تنفش انكا ساتليت كا وي شبكة دا انترنت كا سند كي لغا بكم اللحدي ايا قاسمي عبدي عاطي عبدي او يسو اها قاسمها البودي بلاها راديو بي تنفش كي جبوتي وشاغي ايرو كسو دا قيستي هاليد او متوستين لما شقالها صحاف واي كانت هاي شغالها قولها راديو غا اي تنفشك الجبوتي اجا سمحا قول قولها راديو هي تنفشك الجبوتي مدنة عبدي اعتيا عبدي سيدو قليها المناسبة داسين وحا اسنا خد بدأ كتشيري وزيكا حوار فافنتح دقا كقابسة نبوصا هي وزكار سنتا مدنة علي عبدي فارح وارتبا خنباليو اي بوغادين بوجيري الدمان شغالها قولها راديو هي تنفشك الجمهورية الجبوتي كلو حمبريو يي بوزادي اياد مدتين ايا ورن وزيرك ورفافنت يدغانكا هورتا ودمان تيم با انا نور جن يا عاب مواد قب ويصل بنا سن فرحد وين ايا يتهاي انا نلقى ابتما مناسبة دا كنا كاني او كسوا بيغنتي بلو غاسنا كاني لبدا كنية تدبا حولي ونهاسن ايا لسواق ابتي ايا ورن وزيركو سيدا انا خصونا هاي سنة كي لبدا كنية اللحظي وحاسي انا فلا ايا ان سنة كان اسيدي او كلاي اقود بدتان واجبات كينا شقو
وحان مركاسي عن نهم بلين يا هرتبا شقدي أتسوق بتن سنة كاسي اللبض كبير من نحدي بوادين ونكسن أياد مدنتهم بمانتين دا سيدا حلك سلمدا أدو غصو مدتين هوشاسي أتسوق بتن سنة كاسي اللبض كبير من نحدي وحاتهين أيو يري يزوق وفافلتو شقالها وهو القبض بضن يحيها عن مدح كاهي كمدا يدو هاتن لحسوسي هاي ايا يروي زوركو ايشا قالها صحافدو اي متاستان هل يدو ناكسين او اه قيموك عصب اي لو بجين اي كل كاسين او قيموين حوشا اي هيان اد ايان وفرح سن يهي مانتا ان رقا يهوان كشاكشا قويا اذا عبد الجبروتي او قلمان قيموك لو جهيني ان لغو قيموين حوشو ذا وحان اقصول هاي انتاسي أي قيبني كقابل دونتو شقضا يحلك أي هيران سيدا لو سوي هاي وحدو وانتا حكومتو أي شاعة كقابل أي ويرو وزوركو سيدي لما شقالها مامون كدحي إي دولدا أي يغنى قفل يسلى هايين لعاقيه أهفاسمو غاية قيبتو يشلغ اللي يقانو وحاكلو وزوركو وفافلتا يردغن كامولاني علي عبد الفرح وكهض لي حوجيتا غلب كوربهنتا يا بهيدك الدول ايش قولك اللي هذا السنو قلها رديو با يتنفسكي جنوتي يدو صلت كان القديسة اي غرفي سنتا هي يروي زركو اما المها صوصع دا لدقاجين دونو فرقليتا مشروع عصب اي لقو بس دونو دارك كوبان لبدا بقضود انيغو كل لباد ديب نيغوه اسبوني سينا يا حنبليا دا وحن نغدل بيا ان اتسيحو جلسان حول غبت كي نكاس او كامل من تقابل دونا هور مركا لغانا غالي وبل كينا كي سرف لترا دان لر كونديسيون دي ترافاي وزيرك ورفع في التحقق بسنة بوصان ورزقارسين تحمدان علي عبد الفارح وخطبات كابن كتيريون مناسبة دي هلقو قبطي اقلها الرادي هي تلفشن كا اي جبوتي مناسبة داسين وحالي مسوق قبل قبيل شهدون لو قبيل هم مسوقين تحقق لدوان اقلها الرادي هي تلفشن كا اي جبوتي lanta warfaafinta ee golaha raadiyaha iyo telefishanka ee Djibouti oo si weyn loo socday dhacdooyinka ka dhacay sanadkii 2016 ayaa hortaba la gudoonsiiyay waxaana xaqiiqdii toos ah ee kaasi la gudoonsiiyay mas'uuliyiinta kala duwan ee golaha raadiyaha iyo telefishanka ee Djibouti waxa sidoo kale heshiiskiisa ka lagu qeybiyay munaasabadaasi la gudoonsiiyay haween ka tirsan hoggaaminta agaasinka ee golaha raadiyaha iyo telefishanka ee Djibouti qaybta cusub ee laga dejiyo alaabta tafaafan ku timaada loo yaqaano terminal afraakiye ee marsada caalamiga ee Djibouti waxaa saaka ku soo xidhay markabkii ugu horeeyay markabkan cusub waxa uu siday 930 kun oo tan oo qamadi ah oo laga keenay dalka Mareykanka qaybta cusub ee marsada caalamiga ee Djibouti waxaa lagu rakibay qalab cusub oo sahaya in si degdeg ah oo u faaruqiyo alaabta saaran markabkaasi muddo 3 maalmood gudahood waxana hawshaasi awl ay qaadan jirtay ina iyo shan iyo toban maalmood bishii December ee soo dhaafay 20-kii ay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti madaxweyne Ismaaciil Umar Geele oo qaybta ka jiray oo qodobka ka jiray qaybtani waxana ku baxay lacag dhan 40 milyan oo dollar oo iska kaashadeen Djibouti banka bangiga horumarka Afrika iyo bangiga Islaamiga ee horumarka wasiirka hadalinta iyo isfortiga oo muhiimka kalkaliyeyaashiisa iyo mas'uuliyiin ka tirsan laanta kubadda cagta Djibouti ayaa kulan la yeeshay laba khabiir oo ka socda laanta caalamiga ee kubadda cagta loo yaqaan FIFA Mr. Abel Bengue iyo Suleiman Makasuba oo ah laba khabiir oo ku takhasusay darsada ku aadan mashruucyada isfortiga iyo amniga garoonada ayaa kulan la yeeshay wasiirka dalinta iyo isfortiga mudane Xasan Afarax Midin kalkaliyeyaashiisa iyo mas'uuliyiinta laanta Djibouti ee kubadda cagta waxaana ka wada xaajoodeen arrimo la xiriira qabqabada ciyaaraha kala duwan booqashada garoonada
dhaqtarada adoo noqoto beetiye iyo waliba ka balbala iyo waliba qabanqaabada ku aadan ciyaaraha israareebka afrikada bari ee jabuuti qabanqaabin doonto bisha noofembar ee sanadkii 2007 waxaana labada khabiir ay boogeen kulanka ay la yeesheen wasiirka waxaana ay hadalyeenta labada xukuumadda jabuuti ee xagga isboorti gaar ahaan kubadda cagta mar wareysi aanu la yeelanay khabiir kamida labada khabiir waxa uu sheegay waxaan anigu bidayaa wari aan imanay in aan indhayno oo aanu ka warqabno amniga garoon amniga garoonka guuleed taasoo lagu damacsan yahay in lagu dejiyo caws socdaalku waa mid la xidhiira ayaa wariyay hubinta xaaladda amniga garoonka guuleed iyo weliba qaab dhismeedka iyo weliba laamaha kala duwan xagga caafimaadka in ay tixgeliyaan xeerasha caalamiga ee kubadda cagta sidoo kale jabuuti waxaa isxir saartay ayaa wari dayactirka garoonka guuleed wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda qorsheynta qaabisa mahati gaaraynta mudane cali faarax suwe ayaa maanta la saxiixday wakiilka midooda reer murug u fadhiya jabuuti mr joaquin gonzales heshiis maaliyadeed ku aadan dib u habeyn lagu sameynayo xaafadda afraad iyo nidaam biyaha lagu gaarsiinayo reer guuraaga mashruucan lacagtiisu waxay dhan tahay 10,800,000 oo dollar oo lacagta eurooga dhinaca kale mashruucani waxa uu qeyb ka yahay dib u habeynta xagga hay-ada ee la maldhigay bishii februari sanadkii 2006 daawadayaal qodobkaasi ayaa nagu dambeeyey warbixii dalka xidhiga soo gaaray habeenkani caawa intaan dib u kulmi doono dhammaantiina meel kasoo joogta naga daawanaysaan waxaan iga tegna nabadgelyo iyo ammaano allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.